يا دجل نتفكر والله يا دجل والله الحمد لله رب العالمين وأسلم على من بعث رحمة للعالمين. أولا نحن هنا اليوم لا نقولوا لا نعرف عن عقيدتنا، لأن عقيدتنا شيء قالوا الإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. شيء اليوم لا يقول أنه كافرين بالطاغوت، لا يقول أنه كافرين بالطاغوت، كافرين بالديمقراطية، كافرين باليهود والنصارى، كافرين بكم كاملين. ندوروا شرع الله سبحانه وتعالى، ندوروا حد يحكم فينا، قال الله وقال رسوله، وانتم عندكم شنو حكم الجاهلية، وشنو الترهات اللي عندكم تحكم فيها؟ حكم الجاهلية تبغون الأصنام اللي تعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى قال أفر حكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، انتم أحسن من حكم الجاهلية، اللي متفقين العلماء كاملين حتى حكم به لأنه كافر بالله سبحانه وتعالى، وانتم كافرين بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. كيف تكون انتم مبارك تقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، خايفين من القنبلة النووية والقنبلة الذرية وخايفين من كلاش وكلاش. هذا هو والله النبي صلى الله عليه وسلم يتلاطى من المثل يوم حينئذ لرسول الله سبحانه وتعالى بهذا الإسلام، يوم الجاهلية عندهم كان عندهم انكساء جاهلية وكانت عندهم انكساء ديمقراطية هي اللي حاكمين بها ولهم ساكنا حد مسلم وغيرهم هو. لذلك هؤلاء الشاهد اللي جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عندهم سقاية الحاد وعمارة المسجد الحرام وكانوا الله سبحانه وتعالى خلقهم وانهم كذاش، لكنهم ما صرفوا